ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.6% عند مستوى 9759 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.193 مليار مليون. من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 33 شركة، بقيت 10 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء نسبة 14.98% ليغلق عند 0.23 درهم، فيما ارتفع سهم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة بلغت 10.66% ليغلق عند 8.20 دراهم. أغلق أيضا سهم بنك رأس الخيمة الوطني مرتفعا بنسبة 6.79% عند 5.66 دراهم. بينما انخفض سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 6.11% عند 1.69 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.25% عند مستوى 4029 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 582 مليون درهم. من أصل 41 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، بقيت 7 شركات على ثبات. ارتفع سهم اكتتاب القابدة بنسبة بلغت 9.20% ليغلق عند 0.27 درهم. كما ارتفع سهم دبي للمرتبات بنسبة 7.33% ليغلق عند 18.30 درهم. أيضا ارتفع سهم الإثمار القابدة بنسبة 6.37% عند 0.26 درهم. بينما أغلق سهم ديبا منخفضا بنسبة بلغت 6.89% عند 0.27 درهم. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، ينضم إلينا عبر زوم من دولة الإمارات أستاذ طارق عكيش، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك يا فندم. أبدأ مع حضرتك يا فندم من أستاذ طارق، من سوق أبو ظبي الذي تراجع اليوم بينما وصلت مكاسبه السنوية أكثر من 20%. ما تحليل حضرتك لأداء السوق؟ طبعا أسواق الإمارات شهدت ارتفاعات كبيرة، نعم، خاصة سوق أبو ظبي نتيجة أول شيء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والتغيرات اللي تمت بالسياسة الاقتصادية في الدولة. كل هاي العوامل أثرت على شهية المستثمرين ودخول مستثمرين جداد. طبعا أهم شيء هو الاكتتابات اللي تمت خلال الفترة الماضية. بعام 2023 كانت الإمارات هي تحوذ على 90% من الاكتتابات الموجودة في الخليج. صحيح. أسعار القيم السوقية للسوق للأسواق الإماراتية ارتفعت من 2019 ل 2022 تقريبا 400 ضعف. فهناك اهتمام كبير من الحكومة في تشجيع الاستثمار بأسواق المالية، خاصة أنه كانت الشحية قبل ذلك كانت قليلة نتيجة مواضيع عديدة، منها الكوربريت جوفرنس، حوكمة الشركات والمشاكل المالية اللي كانت تعانيها بعض الشركات المدرجة. بس قامت الحكومة شاكرة بتشجيع هذا الاستثمار، واللي هو بيعكس قوة الاقتصاد الإماراتي من ناحية النفط وتنويع. صحيح. طبعا تنويع الأسواق. صحيح. برأي حضرتك أيضا أستاذ طارق، ما أسباب ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني 130% بالنصف الأول من العام الجاري؟ صحيح. معظم الشركات او الشركات القياديه كانت ارباحها مرتفعه، بس طبعا بنك الامارات كان الاعلى بحدود 130% زي ما ذكرتي. العامل الهام بكل ارباح الشركات
هو زيادة المبيعات بالإضافة إلى العامل الهام اللي هو هوامش الربحية. شفنا السياسة النقدية الفيدرالية بقيام زيادة الأسعار الفائدة، وبالتالي هاي الزيادات أكيد أثرت على أرباح البنوك خاصة القطاع المصرفي نتيجة زيادة هوامش الربحية. إذا طلعنا على بنك الإمارات الدولي لاحظنا أنه الودائع ارتفعت بحدود 57 مليار درهم بالنصف الأول، هذا رقم كبير ويعني جذاب. بالنسبة للهوامش الربحية ارتفعت من تقريبا 2.8% إلى 3.9%، وهذا هو السبب الرئيسي في زيادة الربحية، بالإضافة إلى القطاع المصرفي طبعا. صحيح، زي ما بنعرف المخصصات بتلعب دور كبير في ربحية البنوك. قام البنك الإمارات الدولي بتخفيض المخصصات بنسبة 50% نتيجة حسب طبعا إدارة البنك جودة الأصول الموجودة في الودائع. نعم سوري، بالقروض. فكل هاي العوامل أثرت طبعا. القطاع العقاري في خاصة إمارة دبي في انتعاش، انعكس إيجابيا أكيد طبعا. النمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للإمارات بحدود التوقعات ب 2023 بحدود 4% حسب الصندوق النقدي الدولي. فهناك عوامل كثير إيجابية بالنسبة لدول الخليج وخاصة الإمارات. يعني عملية جذب الاستثمار في دولة الإمارات زي ما بنشوف إنها تستحوذ على الحصة الكبيرة بالنسبة لدول الخليج والمنطقة العربية. صحيح، هي بتنافس الأسواق العالمية وليس الأسواق المحلية أكيد. برأي حضرتك أيضا لماذا تسجل أسهم شركات كبيرة ومتوسطة الحجم ارتفاعات قياسية خلال موسم الإفصاح عن النتائج أو النتائج الحالي؟ زي ما ذكرت لك أرباح الشركات عامة، يعني شفنا أرباح شركة جو، أرباح البنوك، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، كلها ارتفاعات خلينا نحكي يعني على المدى الطويل. نعم. رح تكون سستينبل، يعني بما معناه انه الارتفاعات هاي غير مؤقته. اذا شفنا بارتفاعات مثلا القطاع العقاري باماره دبي العام 2022 مقارنه بعام 2021 كان في هناك ارتفاع بقيم احجام التداول بحدود 40%. السنه هاي للشهر 6 في ارتفاع بحدود 70%. فهناك عوامل كثيره عم بتاثر على اقتصاد الامارات من ناحيه ايجابيه. صحيح. القوانين زي ما ذكرنا، جذب الاستثمار الخارجي، فتح الافاق السوق بنسبه كبيره، الالتزام بمعايير العالمية من ناحية الضرائب، كل هاي دعم الدولة أكيد. صحيح، حتى أهم شيء كمان اللي هو العامل النفط. يعني إذا بنطلع على النفط بحدود $80 هذا يعتبر جذاب، لأنه راح يعطي دفعة كبيرة للحكومة بزيادة المصاريف وزيادة المشاريع المحلية. وأيضا هناك تنوع في الاستثمارات أكيد، أو الفرايتي زي ما احنا بنقول. أستاذ طارق، ما هي أسباب تزايد الاستثمار المؤسسي بسوق أبو ظبي المالي؟ زي ما ذكرتي هلا، هو عمق السوق. يعني نحن أنا صلي بالسوق الإمارات بحدود 25 سنة. التغير اللي صار خلال 25 سنة إيجابي بشكل كبير وسريع. عمق السوق هو أهم شيء كان نحن بنعانيه. كان المؤشرات دائما مركزه بقطاعين اللي هو القطاع المصرفي والقطاع العقاري. زي ما شفنا خلال فتره السنتين ثلاث سنين السابقه هناك عمليات ادراج لشركات حكوميه ناجحه، عمل يعني هذه الادراجات صحيح. عملت تاثير ايجابي على تنويع القطاعات الموجوده داخل السوق بالنسبه ل
القطاعات الأخرى. خفض التركيز اللي هو كان بالنسبة للقطاع العقاري وبالنسبة للقطاع المصرفي، وبالتالي جد بالاستثمارات الأجنبية ومستثمرين جدد. أكيد أكيد هي عامل تنويع السوق، تغيير منهجية السوق من ناحية جد بالمستثمرين المؤسسات الشركات الأجنبية، نفس الوقت تنويع القطاعات وتخفيض المخاطر وزيادة حجم التداول، هذا أهم شيء. صحيح. برأي حضرتك أيضا لماذا يتماسك مؤشر سوق دبي فوق أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وهل سيستمر في الصعود أم لا؟ سؤال من المهم. طبعا إذا نرجع للسابق، سوق دبي كان يعاني زي ما ذكرت، بعض الشركات كانت تأثرت، يعني نحكي بعض الشركات كانت عملية الحوكمة فيها ضعيفة، فتأثر سوق دبي خاصة بعملية فقد أو زعزعة الثقة الموجودة بالمستثمرين. خلال هاي الفترة الماضية الارتفاعات اللي صارت بالأسواق العالمية ما انعكست على سوق دبي خاصة. المرحلة الحالية شفنا هناك تغيير من ناحية سياسة الحكومة، الالتزام بمعايير عالمية ومحاسبة شركات زي ما شفنا بشركات زي الاتحاد العقارية، عملية محاسبة المجال في الإدارة، كل هاي خلقت ثقة للمستثمرين. وبنفس الوقت كان في هناك عملية إدراج بالنسبة للشركات الحكومية زي ما شفنا ديوا، بعض القطاعات الأخرى خفضت كمان عمليا التركيز على شركة إعمار وبنك دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي. نعم. أخيرا أستاذ طارق، ما انعكاس رفع أسعار الفائدة بخمس دول خليجية على أسواق الأسهم؟ القطاع المصرفي هو أكيد رح يكون متأثر إيجابي. طبعا فترة التأثير الإيجابي على البنوك رح تأخذ فترة من 3 أشهر ل6 أشهر، لأنه البنوك تحتاج وقت حتى ترفع الفائدة على المقرضين. البنوك اللي عندها نسبة كبيرة من الحسابات الجارية والتوفير هي رح تستفيد أكثر، زي ما شفنا بنك الإمارات الدولي عنده نسبة كبيرة من هاي الودائع الجديدة اللي اجت على الدولة عمليا بالتوفير والحسابات التجارية، وبالتالي كانت تكلفتها منخفضة وارتفعت هوامش الربحية. صحيح. القطاعات الأخرى أكيد المستثمر لازم يكون واعي الاستثمار بالشركات اللي هي فيها سيولة كافية وتدفقات نقدية إيجابية، الشركات اللي هي عندها ديون مرتفعة بالنسبة لحقوق المساهمين راح تعاني بالفترة القادمة أكيد، بس طبعا كل هذا بيؤدي إلى انخفاض هوامش الربحية. بنفس الوقت الحكومة موجودة لدعم مشاريع جديدة لدعم القطاع المصرفي، فهناك ثقة كاملة بسوق دبي المالي أو الإمارات ككل. صحيح، وضحت النقطة. بشكر حضرتك من دولة الإمارات أستاذ طارق قيش، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، لمشاركته معنا اليوم.